D1FM 91.2. وي راه الفتره الاخيره نتاع توقف البطوله حضرنا لو سيكل كامل. الفتره الاخيره هذه نتاع توقف البطوله حضرناها في الفتره الاخيره، لكن الاسبوع هذا كان لنا تحضير خصوصي، هو تحضير مقابله مقردان، لانه بالنسبه لنا احنا اون فا بروسيدي ماتش بار ماتش توت اون ريسبكتون انه تدوير ليفيكتيف لو تورن اوفر نتاع ليفيكتيف باش تبدا انت لاباس عليك في المقابلات الكل، لانه سبع مقابلات في ثلاثه اسابيع، كل ثلاثه ايام مقابله، لابد انك تعرف كيفاش دور ليفيكتيف نتاعك من غير ما تمس مستوى الفريق. احنا غدوه عندنا السيكل باش يبدا بمقابله غدوه اللي هي نتاع بنقردان، الور تركيزنا الكل، جديتنا، تفكيرنا الكل منصب على مقابله بنقردان فقط، واعيين انه المقابلات هذه قادرة أن هي تخليك الفوق، كما ثمانية مقابلات اللي خذناها وفزنا في سبعة وتعادلنا في مقابلة واحنا الأولين جراس أسي ماتش، أون فا كونتيني في نفس التفكير نفس الجدية نفس التركيز باش إن شاء الله نتعدى لوكاب نتاع بقردان سلامات إن شاء الله.